تلميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة المحفوظات، سنقوم بحله. المحفوظة الأولى: اكتب عنوان أنشودة واكمل الفراغ في المحفوظة. إذا نكتب عنوان أنشودة ثم نكمل الفراغ. توازن الغذاء، إذا هنا نستنتج عنوان المحفوظة هي، أحسنتم، توازن الغذاء. توازن الغذاء، كتب العنوان ثم نكمل المحفوظة. توازن الغذاء، أحسنتم، خير من الدواء. من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء، أحسنتم، وخيره ما كان من، وخير وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. فاكهة وخضرة وشربة من ماء وللحليب دوره، أحسنتم، في قوة الأعضاء. الأعضاء، إذن كتبنا عنوان المحفوظة وأتممنا الفراغ. نعيد قراءة المحفوظة: توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. فاكهة وخضرة وشربة من ماء وللحليب دوره في قوة الأعضاء. انتقينا السؤال الثاني أو المحفوظة الثانية، نفس السؤال: اكتب عنوان الأنشودة أولا واكمل الفراغ في المحفوظة. إذا حاسوب زين لي بيتي، عنوان المحفوظة، أحسنتم، صديقي الحاسوب. صديقي الحاسوب، نكمل الفراغ. حاسوب زين لي بيتي، جيد، يرشدني يحفظ لي وقتي. يرشدني يحفظ لي وقتي، حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي. واصل، جيد، ينقلني نحو البلدان. نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان. يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يخفل. لأصير مجدا لا يخفل، نعيد قراءتها: حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان. يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل. المحفوظة الثالثة: اكتب عنوان أنشودة، نفس السؤال، وأكمل الفراغ. إذا نحن أصحاب الحرف، محفوظة اسمها، أحسنتم، أصحاب الحرف. نحن أصحاب الحرف، جيد، ليس يغنينا الطرف. نحن أصحاب الحرف، ليس يغنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. فضل صناع البلاد، كل يوم في ازدياد، ولهم في كل واد،
أحسنتم حسنات ومنا. نوع القراءة المحفوظة، عنوان أصحاب الحرف: نحن أصحاب الحرف، ليس يغنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل وقت حسنات ومنا. وهكذا انتهينا من حل اختبار المحفوظات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.